استعدادا للموسم الفلاحي الجديد، لأول مرة وزارة الفلاحة تسخر أزيد من 3 مليون هكتار لبذر مختلف الحبوب. تم تخصيص فيها 4.2 مليون قنطار من البذور المعتمدة وحوالي نفس الكمية من الأسمدة خلال شهر أكتوبر القادم. تحرك الوزارة الوصية جاء لتنفيذ التزامات رئيس الجمهورية بتحقيق الاكتفاء في الزراعات الاستراتيجية. إذا كانت هذا التوجه هذا سليم وقمنا بعمل الاستصلاح الضرورية مع كذلك الحد من حصاد محصول الذرة كأعلاف خضراء، طبعا هذا يمكن أن يقربنا جدا من الهدف المسطر وتغطية شاملة لاحتياجاتنا من الذرة والشعير. ثانيا بالنسبة للوسائل الضرورية للحملة، أعتقد أنه قبل كل شيء نتمنى أن ربي يغيثنا ويرزقنا بالأمطار في الأوقات اللي تحتاجها المزروعات طبعا وبكميات كافية. ثانيا توفير البذور بمختلف أنواعها وكذا الأسمدة في أوقاتها المناسبة. وتزامنا مع انطلاق عملية البذر والحرث، يحذر الخبراء بما يعرف بالسيول الصادمة التي تهدد محاصيلهم، خصوصا مع التقلبات الجوية الأخيرة التي اجتاحت 5 ولايات بالجنوب. على الإخوة الفلاحين أنا ما نش نقول لهم وقفوا النشاط ولا، ولكن الابتعاد عن النشاط الفلاحي عن الضيفة في الأودية، لأنه السيول هذه جت العام هذا وراح تجي العام الجاي وراح تجي في سنوات قادمة، لأن خصائص التغيرات المناخية هي الفيضانات غير الاعتيادية كما راك تشوف. فلاحين لازم دوكاتيك تقنوا مع الوضع، ما نبقاش احنا في وضع جديد بتفكير تقليدي قديم. انتهى الآن على الفلاحين تاعنا أنه يتعاملوا ويتفاداوا العمل على ضيفة في الأودية. اللي راهم قاموا بعملية الزرع عندهم تخوف ولا تخوف، لأن السيول الصدمة يسموها، هذيك السيول الأولى اللي تجي وسواء يعني راهي فاتت والحمد. وتجنبا لهذه السيول وإنجاح الموسم الفلاحي الذي يعول عليه هذه السنة لبلوغ الهدف المسطر، وجب على الفلاحين والحكومة معا أخذ عامل التقلبات الجوية بعين الاعتبار.